السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على فطائر اللي كيجيو من اروع ما يكون وكنديرهم هكا بالديسير. هنا عندي واحد الكاس ديال الحليب غادي نديرو في الخلاط، وعندي هاد الفرماج مربع كندير هنا ثلاثة، وكندير جوج حبات ديال البيض، هنا كنجيب البعويد او الانجاص كنحيد له عير العلفة الوسطانية وداك العود وكنقطعهم هكا طريفات. كنستمر عليهم حتى كنقطعهم. عندي هنايا ثلاثة المعالق ديال السكر، سكر خشن، كيجيو بنان وكيجيو لذاد، جربوهم وردوا عليا في التعليق. هنا عندي واحد المعلقه ديال الخميره الفوريه، هنا عندي القشره ديال الليمون او البرتقال، وغادي نطحن هاد العناصر كلها، غادي نطحنها مزيان. هنا كاينه عندي قشره الليمون، نتوما الى عندكم الطحان ما كيطحنش مزيان كتصفيو هاد العناصر. انا عندي الطحان هنايا مجهد ما صفيتوش، صافي غادي نغطي عليه وغادي نخليه يخمر واحد 10 دقائق وغادي نرجعو بعد ما كنلقاوها خمر الخميره طلعات. هنا عندي نص كاس ديال الزيت هنايا نباتيه، والملح حسب الذوق، وكنخلط صافي. وغادي نجيب الطحين، انا عندي هنا زلافه ديال الدقيق الابيض غادي ندير النص ديالها، وعندي الدقيق الفينو كنستعين انا بالفينو هنايا كندير النص ديالها، وهنا كنجمعوا على حسب الخليط. ولا بغيتي ديروا الدقيق الابيض بوحدو ديروا الدقيق الابيض، انا كندير الفينو حتى هو كيجي مزيان. كنزيد من هنا وكنزيد من هنا، يعني كندير النص فينو والنص دقيق ابيض او الفورس. الزلافه ديالنا كملناها، غادي نجمع بالفينو كندلكو هكا بسباتولا عاد باش غندير يدي ديال العود صافي، وغادي نجمع. هنا الزلافة عندي كتهز 250 غرام، يعني هزات معايا 500 غرام ديال الدقيق ما بين الفورص وما بين الفينو صافي. انا جبتها هكا وغادي نقطعها، غادي نديرها هكا كويرات، كنديرهم مقدودين مقادين. نزيدو الثانية، ودغيا كيوجدو يعني ما كتعطلوش. انا هكا حيت مزروبه عليهم ما خمرتهمش الخميره الثانيه، ولكن راه الخميره الاولى راه كافيه، وهنا غادي نخليهم عير يخمروا مزيان صافي. راه كيجيو مزيانين كيجيو خفاف لان الحال شويه بدا كيسخن.
صافي كنستمر عليهم بحال هكا حتى كنكملهم. من بعد غادي نقرصهم، كنستعن بالدلاك كنقرصهم هكا رقاق، يعني راه كيتنفخوا واخا فيهم الفينو راه كيتنفخوا. شفتوا معايا ما كيلصقوا ما والو، انا كنقرصهم هكا بلا طحين وكنقادهم. صافي كنقرص هكا كنحط في اللاطه، نقرص معكم الثانيه. صافي كنوجدهم بحال هكا كنقرصهم، نتوما شفتو السمك ديالها راه رقيقه. وكنستمروا عليهم بحال هكا حتى كنقرصوا الخبيزات ديالنا كاملين او الفطائر ديالنا. من بعد ما قرصتهم غادي نحطهم شويه حتى كيخمروا، كيبداو يطلعوا شويه الخميره، وغادي نرجع معاكم. هما خمروا ولكن باقيين غادي يخمروا مازال، غادي ندهنهم شويه البيض ونخليهم شويه. هنا البيض درت فيه شويه ديال الخل باش كتحيد ديك الزفوره. صافي غادي نجيب هاد الززوار اللي كيكون عندنا، انا كنحتفظ بيه بحال هكا كنخليه جديد، وكنمسحو بلانكول او كنمسحو بالخل وكنشرط بيه بحال هكا. كنحتفظ عليه كيكون نقي. صافي غادي ندهنهم بالبيض، صافي وانا كنخشيهم بحال هكا في الفران حتى كيزيدوا شويه يخمروا، باش كتجي ديك الفتحه كتجي باينه بحال هكا. وعاد باش غادي نشعل عليهم الفران بعد ما يسخن على درجه الحراره 220، كنشعل عليهم من الفوق والتحت وكنخليهم يطيبوا. كياخذوا معنا الوقت شي 25 دقيقه كيكونوا موجودين او نص ساعه راه تيكونوا موجودين. كندهنهم كاملين هكا بالبيض، كنستمر عليهم حتى كنكملهم. كنخليهم غير شي 5 دقائق صافي، وكنشعل عليهم الفران ما كنخليهمش بزاف. صافي هنا غادي نزينهم شويه ديال الزنجلان اللي تيكون هكا ما محمر ما والو، لان باقي غادي يزيد يطيب. صافي وكندخلهم بحال هكا الفران، هما بداو كيطيبوا. نرمينا اللطه الثانيه، نتوما غتشوفوا معايا كيفاش غادي يجي. هما الفطائر ديالنا كيجي منفوخين ومفشفشين من اروع ما يكون، كيجيو هكا محمرين. نتوما شفتوا معايا كيفاش كيجيو. وما تنساوش اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناه وديروا لايك باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. وكنقول لكم بالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.